ست هان في حاجة؟ محدش يكلمني، ابعدي عني خالص. مش سامعة الباب؟ افتحي. شفتي يا بابا؟ على بعد. شفتي يا بابا اللي جرالي؟ اعمل البيه قهوة يا ست هان. مالوش لزوم، روحي انتي. تعالي. ليه يعمل فيا كده بس ليه؟ أنا عارف إني خسرتك كبيرة، لكن أنت عملت اللي عليكي وما تقدريش تعملي أكتر من كده. كنت عايزة أبني بني آدم، بني آدم كويس من جوايا. أوقات كتيرة الإنسان بيفشل غصب عنه، ساعتها يا بنتي لازم يعترف بالفشل ويحاول يبعد عنه على قد ما يقدر.